وبما ان خلاص ما بقاش فيه غير تقريبا 72 ساعه على المباراه المنتظره دي، خلوني كده اقول لكم ان ما فيش حد في الشارع المصري مش بيسال على تذكره للماتش ده. يعني اي زملكاوي كده يعرف اي حد شغال في المجال الرياضي بكل بقى فروعه، يعني سواء كان ليه علاقه قريبه او بعيده عن النادي او عن المجال الرياضي، الناس ما بتسيبوش غير لما بتسأله على تذاكر، وانه نفسه ان هم يعني الناس دي نفسها تحضر الماتش وانها تكون متواجده في لقاء تاريخي زي ده، ونفسهم يكونوا موجودين هناك بيشجعوا نادي الزمالك واقفين جنب النادي بتاعهم في يوم زي ده، يوم مهم على كل الزملكاويه. والحقيقه بنشوفها كل يوم، بنتسأل هل معاكوا تذاكر؟ احنا عايزين نحضر المباراه، ودي حاجه يعني تطمن، لان احنا شفنا التذاكر خلصت في مده زمنيه ما تتعداش الدقائق، تذاكر كل التذاكر اللي نزلت خلصت، وده لو بيدل على شيء فهو بيدل على قد ايه الجمهور الزملكاويه فعلا يعني كانوا قاعدين مستنيين التذاكر تنزل، علشان ما فيش واحد فيهم كان قادر ان هو يستنى مثلا ان اليوم عادي التذاكر تنزل وانا هدخل كمان ساعه ولا ساعتين احجز المباراه، لا ده كله في دقائق خلص المباراه، الاستاد هيكون ان شاء الله يعني مكتمل. والحقيقه ان جمهور الزمالك ده هو ملوش وصف منطقي كده ان احنا نوصفه بيه يعني. وبطولة الكونفدرالية دي بالذات كمان أثبتت إن الجمهور ممكن يكون ليه دور فني مع اللعيبة، مش بس دور معنوي ومش بس دور نفسي أو مجرد كده شحن بقى معنوي وقد إيه إحنا بنثق فيكم وبندعمكم واقفين وراكم. لا يا جماعة، يعني رغم أهمية القصة دي وقصة إن إحنا بنقول دايما الجماهير بتدي شحنة معنوية كبيرة ودفعة معنوية كبيرة للعيبة، هم كمان بقوا بيدوهم دفعة فنية. يعني جماهير الزمالك دي الحقيقة دايما مهما بنتكلم عنها بنقول يا جماعه الجماهير دي واعيه جدا والجماهير دي فاهمه جدا كوره، ما تلاقيش حد زملكاوي مش فاهم قوي في الكوره يعني، فكلهم فعلا جماهير الزمالك دي على قد ما هي مستنيه البطوله دي على قد ما هي بجد رايحه تشجع الفريق ده. انا سمعت الكلام ده من كذا مشجع، بجد احنا مش رايحين نتفرج على المباراه، احنا رايحين نشجع. هم ما بيفرقش معاهم النتيجه ايه، بيفرق معاهم النادي ده، بيفرق معاهم الفريق ده، وان احنا رايحين نشجع فريقنا اللي احنا بنحبه، مش رايحين نتفرج كده على المباراه وخلاص. لكننا برضو يا جماعه لو هنيجي نبص كده على الكونفدراليه او نسترجع بقى كده مع بعض يعني مشوارنا الزملكاوي في البطوله دي واللي هيكون اكيد ماتش بركان يوم الاحد محطته الاخيره، هنلاقي ان المحطه الاولى كانت صعبه جدا رغم استسهال الكل ليها، ورغم ان هي ما حدش كان خايف اصلا منها، لان كنا بنلاعب فريق يعني غير مصنف، فريق ما كانش بحجم الفرق القوية اللي احنا بنبقى شايلين همها من لها حساب. وهي طبعا عقبة بطل جيبوتي فريق أرتا سولار اللي فاجئ الزمالك بالفوز عليه في الذهاب بثنائية، ثم وصل مفاجآته بقى بأنه يسجل في شباكه بالإياب وبيخلص الشوط الأول بنتيجة 1-0 عليه. فإذا كده بالزمالك بيلاقي نفسه أنه متأخر بنتيجة 3-0 ومطالب أن هو يحرز 4 أهداف في شوط واحد بس وإلا هيوضع البطولة. والحقيقه ان كل الناس اللي كانت بتتفرج يعني محدش برضو قال سهله، يعني الناس كلها خلاص كانوا بعض الناس يعني حسوا انه لا خلاص البطوله يعني راحت مننا، احنا محتاجين نجيب 4 أهداف في شوط واحد بس علشان نفضل في البطوله، فده كان شيء صعب جدا ان هو يحصل في شوط واحد. ولكن الحقيقه ده بقى اللي دايما بنشوفه من فريق نادي الزمالك لما يحس ان هو اتضغط وان هو شايل مسؤوليه انه احنا المباراه دي نفوز بيها يا نطلع، فعلا بينتفض وفعلا بيبذلوا جهد جبار علشان يفرحوا الجمهور وعلشان ما يمشوش الجمهور ده حزين او يعني عنده خيبه امل. والحقيقه ده بنشوفه دايما من كل لعيبه نادي الزمالك، الرجاله اللي عندها احساس كبير جدا بالمسؤوليه وعارفين قد ايه اللقب ده مهم على كل الزملكاويه. تخيلوا لو احنا كنا طلعنا من أرتا سولار، الوضع كان هيكون كارثي. اكيد الماتش ده احنا مش ناسينه، مش ناسين اللي حصل فيه، لان رغم سهولته نظريا الا انه عمليا كان صعب جدا. الماتش ده كسبناه 4-1 وتاهلنا، بس احنا كسبناه بجد علشان في الوقت اللي حتى اللعيبه نفسهم كده شكوا ان ممكن المباراه دي تكون يعني صعبه وامكانيه العوده صعبه، زي ما بقول لكم هو انتفض وسمع بقى اصوات الجماهير وسمع تشجيع الاصوات اللي كانت في الثالثه يمين. والحقيقه اكيد اي حد مكانهم يا جماعه هيسمع الاصوات دي وهيشوف التشجيع ده وهيشوف الدعم ده، اكيد مش يعني مش هيبقى عنده اي حاجه تانية يعملها او اي سيناريو تاني يجي في دماغه غير ان هو يفوز فعلا ويمشي الناس دي فرحانه.